اهلا بحضراتكم من جديد، ونبدا اولى فقرات وورلد سبورتس، والبدايه بالصحف العالميه، وهنشوف ونتابع ايه اللي جه في ابرز الصحف قبل بدايه جوله جديده من الدوري الانجليزي والاسباني والايطالي، وايضا المواجهه المرتقبه ما بين نادي ريال مدريد والعين الاماراتي بكره ان شاء الله في نهائي كاس العالم للانديه. وهنبدا معاكم بالصحف الأسبانية، ونروح لجريدة ماركا ونشوف ونتابع. ماركا بتقول إن سيرجيو راموس صورة منشورة على الغلاف وهو يرتدي الزي الخليجي، وكتبت نجوم الشرق. أيضا الصحيفة اتكلمت على استغلال اللعيبة الراحة اللي منحها المدرب سولاري ليقوموا بجولات سياحية في أبو ظبي. وبيل يشعر باهتمام سولاري ويظهر بشكل جيد أمام كاشيما، ومنافسة قوية ما بين كاسيميرو ويوريانتي في وسط الملعب، وراموس وكارفخال وبنزيما جاهزون للمباراة النهائية. وأخيرا بايرن ميونخ أصبح يتقدم على ريال مدريد ومانشستر يونايتد في سباق التعاقد مع لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد. نروح لموندو ديبورتيفو، والتعاقد مع موريلو تعاقد مع برشلونة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، مع خيار الشراء مقابل 25 مليون يورو المدافع كولومبي. وبالتالي برشلونة محتاج أنه هو يدعم صفوفه سواء في اللعيبة الأساسية أو على مقاعد البدلاء. نروح لسبورت الكتالونية، أيضا موريلو هدية عيد الميلاد لفالفيردي. برشلونة توصل لاتفاق مع فالنسيا لاستعارة اللاعب لمدة 6 أشهر مع أحقية الشراء بنهاية الموسم. والصحيفة نقلت كلمات موريلو بعد انضمامه، قال أنا سريع وذكي وأتحكم جيدا في الكرة. أصل أسبانية سيرجيو راموس من الملعب إلى المسجد، بنتكلم طبعا مسجد الشيخ زايد اللي راموس كان متخفي في زيارته ليه بعد فوز ريال مدريد على نادي كاشيما انتدرز الياباني في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، وبعدها بيتأهل النادي الملكي للنهائي لمواجهة نادي العين الإماراتي. أما مودريتش بيقول كرة القدم ليست مجرد تسجيل أهداف، وأتلتيكو مدريد يتوصل مع لوكاس من أجل إقناعه بالبقاء. نروح لإيطاليا ولجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، وميلان ساكاروني يحذر جاتوزو بلوغ دوري أبطال أوروبا مطلب مهم. هنشوف هل جاتوزو هيقدر يبقى من التوب فور أو من أول 4 فرق المتأهلين إلى دوري الأبطال الموسم القادم. وأضافت الصحيفة كنز إنتر ميلان سكرينار، هذا الرجل يستحق 100 مليون يورو. وطبعا أحلام عيد الميلاد 3 مباريات في أسبوع، من سجل يوفنتوس إلى نابولي. كوريري ديل سبورت الإيطالية بتتكلم روما يوفنتوس تحت أعين أنستازي الذي يلعب مباراة العمر. والصحيفة أضافت أن الهتافات المضادة لنابولي توقف فريق يوفنتوس تحت 15 عام، وإنتر ميلان يفكر في الألماني مسعود أوزيل. توتو سبورت مانزوكيتش ومناقشات تجديد العقد في يوفنتوس، ورسميا ألكساندرو يجدد عقده حتى عام 2023. وأضافت الصحيفة أن شالكا وبوروسيا دورتموند يريدان التعاقد مع المغربي المهدي بن عطية. وتابعت أيضا الأندية الكبيرة تستلم سوء الانتقالات يتم تمديده إلى 31 يناير المقبل، وإيطاليا تعيد ترتيبها مع بقية أوروبا. نروح لإنجلترا وأبرز الأخبار والأحداث، وكالعادة رحيل مورينيو هو الأبرز في الديلي إكسبريس الإنجليزية. يرحل هو أو نرحل نحن، مؤكدة أن تمرد لاعبي يونايتد أدى إلى قالة مورينيو من منصبه، فيما استعرضت المقابلة الأولى لسوليسكاير بعد تسلمه لمنصبه الجديد. وقال سوليسكاير في أول تصريح لي أو لابد من استعادة أيام السير أليكس فيركسون مع مانشستر يونايتد. هنشوف يا سوليسكاير. ديلي ستار الإنجليزية، تمرد وإقالة مورينيو تمت لإيقاف ثورة اللاعبين. والصحيفة أيضا قالت إن توتنهام يسعى لحماية مدربه بوكيتينيو من أطماع مانشستر يونايتد. والتليجراف الإنجليزية، سوليسكاير بيعود لمنزله.
طبعا العنوان بيقول ان حكام انجلترا هم الاكثر تعرضا للضغط من قبل اللاعبين وفقا لدراسه جديده. نروح للجارديان ونشوف قالت ايه. جارديان نقل التصريحات من مقابله اللاعب ليفربول شاكيري، واللي قال فيها عند انتشار خبر مورينيو باقالته اتقال له ان ده خطاك وانت سبب بعد ما تسببت في احراز هدفين في المباراه الاخيره امام فريق مانشستر واللي انتهت 3-1 لصالح ليفربول. اخيرا في انجلترا ديلي ميل الانجليزيه، لوكاكو هو المشكله الاولى. المهاجم سيغيب لمده لقاءين لاجازه خاصه. مشجع لارسنال مهدد لبعض العبارات العنصريه خلال لقاء فريق امام توتنهام، وهو ده الحزم اللي بنتكلم عليه، ان هو مشجع مهدد انه يتوقف عن وجوده في الملعب مدى الحياه. نروح لفرنسا والكيب الفرنسيه وكلامها على بعض التعاقدات في شتاء دافئ بشان سعي بعض الانديه الفرنسيه تدعيم صفوفها بصفقات جديده في يناير، مثل كوسيلني مدافع ارسنال بالانتقال الى موناكو، ورغبه فريق الاماره ايضا في ضم سيسك فابريجاس لاعب تشيلسي. ونروح لبروفانس الفرنسيه ان هي بتتكلم على هل يصمد في اشاره اللي بيعيشها رودي غارسيا مدرب اولمبيك مارسيليا بعد خروج الفريق من بطولتي الدوري الاوروبي وكاس رابطه المحترفين، وهنشوف هل غارسيا هيكمل مع مارسيليا ولا ممكن يتم اقالته في الايام القادمه. نروح للو باريزيون الفرنسيه، فايجل صفقه تلهب حماس بي اس جي في اشاره الى عرض نادي سان جيرمان لضم نجم بوروسيا دورتموند في يوليان فايجل. صحف المانيا، طيب اخيرا المانيا، بس بسرعه نروح لالمانيا. فوسبل بيلد الالمانيه اهتمت الصحيفه بالصفقات الشتويه المحتمله لبايرن ميونخ، واشارت الى قرب حسم النادي البافاري تعاقده مع لوكاس هرنانديز مدافع اتلتيكو مدريد مقابل 80 مليون يورو. واخيرا طبعا قالت ان رويس في مواجهه ثنائيه ضد هازارد في اشاره الى مواجهه ماركو رويس قائد بروسيا دورتموند امام ثورجن هازارد نجم مونشن جلادباخ واللي هو اخ ايدن هازارد نجم نادي تشيلسي.